ونحن الآن في محافظة عجلون ونستمر في هذه الجولة، ونحن الآن وسط المدينة في ضيافة سعادة رجل الأعمال الأستاذ محمد أحمد الدرابكة من شركة الدرابكة للأجهزة الحيوية والكهربائيات، وأيضا الأستاذ محمد يعمل في مجال الإسكان. بالبداية أستاذ محمد، مساء الخير يا سيدي. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. سيدي، يعني الآن أنت الآن كمثال للشباب الناجح المجد، كنت في وظيفة حكومية في السابق وقررت أن تقدم استقالتك وتبدأ مشروع خاص، وتطورت الأمور إلى ما أنت عليه الآن في قصة نجاح جديدة. بالبداية نتحدث عن مكان ولادتك، دراستك، بداية حياتك العملية، وكيف جاءت فكرة العمل الخاص؟ السلام عليكم، الله يعطيكم العافية وشكرا لأهل اللقاء الحلو، الله يعطيكم العافية. أنا فعلا كنت موظف في ديوان المحاسبة وقدمت استقالتي لأجل القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص فيه فائدة كثير كويسة، والدائرة الحكومية كويسة ومستقبلها كويس، بس برضو القطاع الخاص للي بده يستثمر، للي بده يشد حاله، في أمور كثير حلوة. أنا بشتغل في القطاع الخاص من 17 سنة في مجال الأجهزة الخلوية وقطع الصيانة. عندي محلات صيانة وأنا بستورد من الصين، الحمد لله الأمور تمام والوضع كويس، اللي بيشتغل بما يرضي الله الله بيعطيه وما في مشكلة، الحمد لله رب العالمين. ومن هذا المنطلق انطلقنا لجهات شركة الإسكان، عملنا ترخيص شركة إسكان ورخصنا الشركة ومباشر بالشركة تقريبا من سنتين، والحمد لله بنينا شقق سكنية داخل محافظة عجلون، لأنه محافظة عجلون ما فيها شقق سكنية، كل التوجه لأربد وعمان للمناطق القوية لأنه فيها استثمار، عجلون ما فيها استثمار، والحمد لله أول استثمار بعمله في محافظة عجلون. الحمد لله الأمور ميسرة والأمور تمام، وأحسن من هيك ما في، الحمد لله رب العالمين. أستاذ محمد، يعني نتحدث بالبداية عن كشركة إسكان، الآن بنبارك لك بالمشاريع الجديدة وإن شاء الله تشوفها وجه الخير. الآن نتحدث عن علاقتكم مع الجهات المختصة، بلدية عجلون، شركة الكهرباء، المياه، بالتأكيد هناك مشاكل ومعوقات ولديك الكثير من الملاحظات، أهم هذه الملاحظات. والله شوف، هو الحمد لله رب العالمين الأمور ماشي، بس هاي المعوقات دائما موجودة، يعني بنتمنى من البلدية انه تتساهل معانا، ما يوقفوا معانا على كل شغلة، على كل صغيرة وكبيرة، احنا قاعدين بنقطع تراخيص بالشكل المضبوط ومية بالمية، بس كل فترة بتأخروا بالخدمات. يعني شركة الكهرباء قدمنا على عدادات كهرباء قعدوا شهرين حتى ركبونا خزانة وعدادات، قدمنا على اشتراك مي نفس الاشي غلبونا، طلبنا من البلدية انارة للشارع برضو غلبونا، فيه في عوائد تعبيد، في زفته زفتوا، احنا عنا بعدهم ما زفتوا الشارع، فمنطالب رئيس البلدية والجهات المسؤولة انه تساعدنا، كون انه احنا اول شركة موجودة وبتساعد بالاستثمار، وهاي العوائد كلها راجعة للدولة، راجعة للمخصصات البلدية، من تراخيص، من نفايات، من امور، هاي كلها تراجع للبلدية. نتمنى من رئيس البلدية انه يتعاون معنا ويسهل الامور معنا. يعني أكيد، يعني احنا بالأردن بلد الأمن والأمان، بلد الهاشميين، الأردن أصبح ملجأ للكثير من أخواننا اللاجئين العرب، الأردن أرض الحشد والرباط، بمناسبة حلول أو قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بالتأكيد تود توجيه بطاقة تهنئة لجلالة الملك وجلالة الملكة والشعب الأردني. أول إشي بنقول كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر عيد الأضحى المبارك، وللشعب الأردني ولقناتكم الفضيلة، ونتمنى إن شاء الله أنها تدوم نعمة الأمن والأمان، وبنشكر جهود جلالة الملك، وبنشكر وعي المواطن الأردني على الإبداع والأفكار، وما ننجر إن شاء الله وراء أي مقولات أو شائعات، ونظل تحت ظل جلالة الملك والقيادة الهاشمية.